السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله راح ندير واحد المراجعة تاع واحد الفيلم أونس دابيف، يعني كما يقولوا بالعربية لص الصادق. الأكتر تاعو معروف باين خلاص، اسمه ديما يتورني لي فيلم وكاع الناس كل تعرفه، اسمه ليان نيسون. بدات الاستوار هذايا شغل هكذا، هو كان يسرق لي بونك بزاف، وكان اكسبير سرق جكرو اذا ما خيبنيش ظني واحد 6 فوا، المهم 9 مليون دو دولار سرقها، وبقى واحد ما قدر يديكوفري باسكو هو كان يخدم بواحد لا ميثود عجيب كيما نقولو، باسكو عنده اكسبيريونس بزاف. كان ديجا قبل هو كيفاش كان يسرق، كان دي مينار دي مينار، يعني كيما يقولوا ينحي لي بومب بالطريقه هذوك، شغل كان في العسكر، في العسكر تاعهم كان ينحي لي بومب، يعرف الاكسبلوزيف لي بومب كيفاش يديرهم، يعرف سما مادام ينحي لي بومب سميت كيف يعرف، كان يفتحهم بطريقه خاصه لي بونك كامل اللي يدخل ليها يسرق، ومن بعد واش يدير؟ يعاود يرجع كل شيء كيما راه، يسبق الدنيا كاع الناس، واحد ما يفيق ما يخليش كاع الاطراس. بعد وقت النهار شغل ولات واحد القضيه كيما نقولوا حنايا، راح تخلى هكذا واحد شكرو مع اجونس موبيليير عكسه كيما هكذا، بقى واحد جام فيه هكذا شغل هكذا كيما كيما رانا نشوف الفيلم. شافها من بعد وراو ابري ان او ديريكتومون، شغل ولات لا كوبين تاعو خطبها راح يتزوج ماش مشكل. المهم بدا من بعد شغل بقى له اشكال هكذا، شغل قالك لازم نقول لها هكذا، نقول لها بدي انايا هكذا نكون صريح معاها وصافي منها، بس انا في نظري هذه ما مش عفسه، هذه شويه عيانه شويه، بس شويه اللي فين تاع درك عاد وشويه ثاني يخلطوا كما في لي زاني 80 80 لي زاني 80 ديس، شغل ساعه ساعه ويهردوها يخيشوها بحوايج ما على باليش انا هنايا ما تدوقع غير ندير مد في الكريتيك، مي شويه حاجه مش مليحه انا تعجبنيش نقولها، بس مش نعرف نشوف لوجور هدايا. بورتو هو كما يقول لك ممثل كبير وكاع لي فيلم تاعو كاع مليح شتم كاع، بصح شويه هذا في الديبار ماشي هو، زعما السيناريست جور لي كاتب السيناريو ليسونسيال، قال سي بون راح نخطبها المراه هذيا ومنها اي بان شويه نبطل، ايه بطلت ماشي مشكل. ايه قالك لا لازم نقولها بلي اني كنت نسرق ومنها، ايه ماشي مشكل قولها بلي سرقت، بصح قالك لا، قالك انا نروح نسلم روحي للاف بي اي. إبا واحد النهار دار كوراج عيط للاف بي اي، كي عيط لهم قال لهم بلي انا ولي سرقت لا بونك ومنه ومنه، قالوا له يا ولدي برك ما تقصر بينا، قالوا ديجا معيط واحد 6 ولا 10 قبلك، قالوا يجي يقول لك انا درت البونكا وكسرتها ومنه وسرقت الصوارد، وقالوا ما كان لها الحكايه هذه ما سحقوهاش. بقى يعيط لهم هذا الطرواجور، ومن بعد كان واحد شغل ريسبونسابل شويه شاف بيرو تاع الاف بي اي، قالوا نتلاقى بك، ما قعدش من بعد كانوا ديجا عيط هضر معاهم في ثلاثة، هضر مع شيف بيرو مع دوز اجون واحد اخرين. دوز اجون هادوك واش دارو؟ راحوا من ورا دور ريسبونسابل تاعهم هذاك تاع تي دي بي اي، راحوا بعد كي راحوا هو ما على بالوش، بعد كي راحوا قصروا معاه ومنا قال لهم ديك له بركه ما تخرط شغل، كانوا مسيريو ما راح يديروا والو هما. بعد قال لهم قالوا له عطينا لا بريف، قال لهم نعطيك مسوارد وراهم مخبيين. ايوا عطيهم سوارد وراهم مخبيين 9 مليون دو دولار، هو عطاهم 3 مليون، باكي راحو صابو السوارد لقاو الدراهم دخلنا من الشك، صاحبو لي معاه هذاك شعرو شغل صفر قالو نو، قال صاحبو نديو الدراهم، قالو كيفاه نديو الدراهم؟ قالو نديهم يا ولدي، قالو الاخر شويه خاطي بالزوج ووليداته وكاع، قالو ولدي خطيكم منا، قالو لا نديو السوارد وصافي ونرجعو ليه نتهلاو فيه. ايبا هما داو السوارد دخلو منا، من بعد قام طبطبو للدار، طبطب عاودو طبطب عليه الدار، دخلو شغل حبو يقتلوه، حبو يقتلوه منا ما قدرولوش كون دابيت دوك تعرفوه في اللي فيلم هو ديما يطير معليش. وبعد شغل لوطون هداك اللي كانوا شغل حبو يقتلوه، جا ريسبونسابل تاع الاف بي اي تاعو هداك تاعهم استغفر الله تاعهم، كي جا عندهم طبطب هما كانوا حاكمين فيه ديجا ما قدروش شغل يريبوندي، بعد كي ريبوندا ريبوندا كيما نقولو حنا الكوميديان الكبير، فهمت كي ريبوندا الكوميديان الكبير هذاك، قال له دوك نفتح، كي فتح تلبيا ديريكتوم ضربوه تيراو عليه قتلوه، سما قتلوا ريسبونسابل تاعهم، كي قتلوا ريسبونسابل تاعهم حبوا يقولوا بلي حبوا شغل حصلوها فيه تيراو عليهم منا، فهمت تيراو عليه، المهم تيراو عليه حبوا لصقوا له التهمه، وكم دابيتي قلت هو ما قدرولوش ضربهم، طاح من فوق من البالكون بالسيد وكاع،
المهم بدات ليستوار تاع الفيلم كيما هكذا. بعد لا كوبين تاعو جوست كانت تستنى فيه الخطيبه تاعو هذيك، شافته ديريكت مطاح مع السيد قدامه. بعد قال لها هربي هربي هربي، بعد قال لها هربي هي ما فهمت والو، تعرفوا شغل عاقل ومنا. قلت له تعرفوا بلي شغل عاقل ومنا. المهم باش ما مره ندير في المونتاج ما والو، نحكي ديريكت وما متلومونيش، فهمتوا؟ هلا غالبا انا داير كيما هكذا. ليسونسيال ديمارا وهربوا، هي ما فهمت والو، بقات مشوكه في السيد. قلت لك السيد انا عارفه منه، قلت له فهمني انت وشكون وصاري لبي هاي منا والدنيا. قال انا وقت كنت حاب نقول لكم وما قدرتش. قالها بلي قدرني سرقت وكاع منا، بعد ما شغل هيك تعرف نساوي تزعف وكاع. المهم كي زعفت منه في الكروسه قال لها شوفي، قال لها لازم ما تقعديش هنايا، قال لازم ديبلاسي نديك ديبلاسيك على لافير خلاص، على خاطر على بالي بلي يقتلوك. وصلها للبيس ومنها قال لها سي بون تروحي روحي روحي، من بعد نعاود نعيط لك وندبر راسي هنا. بعد كي وصلوا لافيل حتى استغفر الله لسان تي في، لسان تي في ركبها وكاع وراح. يبان اليوم غدوة تعيط له، قال له واش راكي بخير صافا لاباس؟ نو، قالت له راني في الواحد تاعي في الخدمة. وين في الخدمة؟ عندهم شغل واحد لي كراج هكذا كيما يقولهم لي بوكس، لي بوكس يخبيو فيه بشغل لي يكريو لي كراج هذوك كيما يقولهم باللغة العربية المآرب، يكريهم ويخبيهم فيهم الحوايج. هي كانت حاكمة شغل شاف دو ستاسيون تما ولا بايش انا واش حاكمة تما المولى تاعها ولا. المهم قالت له نيركي بيريت لاكارت ميموار هذيك اللي راه مشيت الصوارد، الصوارد كانوا مخبيين في البوكس هذاك في الكراج، وهما كانوا لي كاميرا كي كانوا خارجين تالا بيا زوج هذوك الصوارد صورتهم. قال لها بنتي روحي غير ما يقتلو، قال لها غير ما تسنايش ما يقتلو، قال لها ما غير روحي. طوني قفلت مع التليفون، جا هذاك تالا بيا هذاك لاجون هذاك حب يقتلها، دابز معاها تخربط معاها. المهم كسر طلع هبط، بعد ضربها طيحها في الارض دخت، شغل خبطها على خبطت لها راسها طاحت. يبان كي خبط لها راسها طاحت دخل صاحبو كان راح يقتلها. صاحبو قال له لا، قال له سيدي جاي ميتة، قال له ما كان لها كيما سلا شغل كيما نقولو رقبتها كاع شغل ميتة. اها مشاو مشاو، ومن بعد كي خرجوا سيبو قال لك ميتة. عاود كي جا هو لوطون هذا كان سامع بلي راهي كاينة هي، بلي سمع على بالو كوب معاها التليفون، جا ليها يجري ديريكتومون عاودها ريكيبيراها كيما نقولو هنا. دا في الكروسة دا لوبيطال، لوبيطال زادو لحقوها. بعد الحق داك الشاب المهم لحقوها شغل بقى اخي منعت. ومن بعد ليستوار بدات ولات شغل بين الريسبونسابل لي رومبلاص الشيف تاعهم تاع الفي اي وهما وهذا الكوميديان هذا الممثل تاعنا الكبير هذايا. المهم وعيط له قال له يا ولدي اني شغل اني ما قتلتهاش ومنه. بعد شغل عاود تلاقى به، ندير لكم مختصر في الفيلم بركه. شغل عاود تلاقى به، كي تلاقى به شغل مش تلاقى به شغل كان يتبعوا فيه وكاع. المهم نزل تلاقى ودابزوا مع بعضهم باش شغل الاخر هذاك الكوميديان تاعنا هذا شغل غلب هذاك تاع الفيا. بعد حكم فيه ما حبش يقتلو، قال له يا ولدي، قال له هي هاي لافير لافير، قال له انا ما سرقت ما والو، كل حبوا يلبسوا لي شنو لافير، قالوا ستانكم مونتي كما يقول لك. المهم مشات مشات مشات، من بعد البياي هذاك شغل حب يزيد يجي يدي الصوارد يريكيبيري كاع واش كاين دراهم الاخرين هذوك 6 مليون دو دولار. المهم دار له البياج هذاك الدي مينار هذاك لاكتير، دار له البياج، دار له مع لا كوبيني صاحبته هذيك، قال لها سي بون نروح، قال لها روحي، قالت له لا نروح معاك. بعد دارو شغل دار له فخخ له الدار، دار له فيها شغل البومبا، وعيط له في التليفون كان يسنى فيه صبا، كان على التليفون قال له يا ودي لازم تعترف ولا انا نطرطق بك الدار. حسبو يقصر بيه، بدا يحسب له واحد ربعة ثلاثة زوج، طب الاخر كي وصلت زوج ثلاثة هرب، يهرب طرطق بيه الدار. زاد كي مشى بالكروسة كيف كيف، قال له نعاود نحكمك ما تكسرش راس، قال له تعترف تعترف. المهم شغل حبيب منع روحه هو زعما بالقتيله تاع ريسبونسابل تاع البيه سرقه يبين لافير تاعها بصح حبيب يسلم روحه. المهم زاد مشى شويه الفيلم معليش كما نقولوا هنا ما حكيوش نحكيو بالاختصار شويه. ومن بعد في الاخرانيه دار له بومبا في الكروسه، كي جا هو خارج من الكروسه ماشي عيط له في التليفون قال له بومبا تحت رجلك تحت الكروسه، قال له شوف تحت الواحد تحت السياج تاع الواحد تحت الكرسي. المهم كي عيط له هز التليفون مز كاع صح شغل البومبا منه. ومن بعد بقى حاصل في شغل هكذا، من بعد وراوها ديريكت مو جاو تاع لابيا الدنيا مسرك لو كاع، بعثوا له الديمينار هذاك اللي نحي لي بومبا هذاك اللي نقولوا الديمينار كي نحى لي بومبا منه، ما شغل هكا نحاها بالسيف والدنيا الناس كل تستنى فيه. ديجا هو كان ريكيبير الصوار الدراهم
3 مليون دو دولار هذوك اللي كيبي راه مهرب بهم كيما نقولوا حنايا. المهم كي يدير حنا حاجه البومبا هذيك لا بومب، جاي يشوف قاها بلي ما فيهاش ديتوناتور كيما يقولوا حنا لي ديكلونشي البومبا باش تفلك. شو دارو بياج بالك بعد جاو تاع البي اي ريسبونسابل هذاك الجديد حاكمو على بالو فيه باسكو حكى له الاخر لاكتر الحكايه حاكمو داو على خزي كيما نقولوا كتفوه داو الحبس ومنا. المهم واش راح نقول لكم الحكايه الحاصل باسكو يا جماعه سمحوا لي ما رانيش ندير المونتاج وراني نحكي كاع من راسي باك ما نحضر ما والو. واش راح نقول لكم تقييم الفيلم هذا؟ واش راح نقول لكم الفيلم هذا يا جماعه راهو يا جاب لي ربي جاب لي ربي كيما تاني زاني 90 و 90 ما يليقش بالمستوى تاع الممثل هذا الكبير يظهر لي في رايي انا واش راني نشوف ولا بالك انا ولدت نتفرج شويه الحوايج واعرين عليها تبان لي بلي شغل حاجه ما كان والو بصح ما ديامات هادو يا لطيف ما رانيش نشوف كاع في اللي فيه مليح وفي اللي سيري مليح. كاين اللي سيري مليح كيما اكزومبل كيما بلاك ليست كيما روفونج كيما ديكستر كيما اللوست لا تربحو وخيشها كاع في الاخر حتى هو سيري شابه وكاع تبعتها كرهت لي حياتي سيري قويه في لافير كونتاكت عاد دارها بينكم دابيتود ما ينحوش على النهايه الجميله ما ينحوش في الحاجه المعقوله ليسونسيال يا جماعه. واش راح نقول لكم في الفيديو ان شاء الله الجاي كاش ما نطيحوا في فيلم شباب ويعجبكم ان شاء الله ما يزيدش يخيشوها كيما مال الدرك. هيا السلام عليكم الاولاد تهلاو في رواكم باي.